العراق يغلق 50 مخيما للنازحين. مخيم الجدعة في محافظة نينوى سيلحق بركبها لينحسر هذا الملف في إقليم كردستان، فاستثمار النصر على داعش الإرهابي يكون بإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم بحسب وزارة الهجرة والمهجرين بعد أن هجروا قسرا على يد عصابات داعش. تم إغلاق 50 مخيما خلال الفترة الماضية. مخيم جدعة واحد في الموصل سيغلق إن شاء الله قريبا، ولم يبقى في العراق إلا هذه المخيمات في الإقليم. نأمل أن ننجح في إنهاء هذا الملف رغم بعض التعقيدات، لكننا حقيقة عازمون على غلق هذه المخيمات في العراق. وحقيقة اليوم بعض المشاكل تم حلها الحمد لله، والبعض الآخر ربما يتعلق بالبنى التحتية أو بعض الأمور الأمنية والسياسية سوف نقوم بحلها. 26 مخيما في إقليم كردستان هي ما بقي في ملف النازحين موزعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. تضم هذه المخيمات 35,000 أسرة نازحة من صلاح الدين وبابل وسنجار. دائرة الهجرة والمهجرين في السليمانية تؤكد أن عودتهم طوعية لحين تسهيل إجراءاتهم ومتطلباتهم في مناطقهم. 26 مخيم متوزعة في 16 مخيم في محافظة دهوك و6 في محافظة أربيل و4 في السليمانية. عدد العوائل اللي ساكنين بها لغاية الآن 35,000 عائلة. ضمن الخطة المقررة من الحكومة المركزية ومن دولة رئيس الوزراء إن شاء الله قادرين خلال هاي عن سنة 2022 ضمن برنامج العودة الطوعية نحاول نسهل إجراءاتهم ونقدم لهم كل اللي يحتاجوه بمناطقهم مناطق الأصل. البلد مقبل على عام جديد تسعى فيه الجهة المعنية لخلوه من المخيمات، إذ لا يمكن جعل هذه الخيم مكانا للإقامة الدائمة للنازحين في ظروف قاسية فرضتها الحرب ضد الإرهاب. وتعمل وزارة الهجرة والمهجرين مع حكومة الإقليم على تذليل جميع المعوقات التي تقف أمام إنهاء ملف النازحين، وذلك عبر لجان مشتركة ما بين الجانبين. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.